أخبار اليوم. الحقيقة أنا النهاردة كلمتي مع حضراتكم، أنا بحاول أستغل الفرصة المناسبة وأتواصل مع الشعب المصري زي ما أنا وعدته قبل كده. أنا حريص على أن هذا التواصل يستمر بشكل ما يبقاش أقل من مرة على الأقل في الشهر. فأنا النهاردة هتحدث مع كل المصريين من خلال هذا اللقاء، وأرجو أن احنا كلنا يعني من فضلكم اسمعوني أرجو أن انتم تسمعوني كويس. أنا هتكلم على الموضوع، الكلمة النهاردة بتكلم على التحدي وبتكلم على الأمل، لأن احنا في بداية وحتى أثناء فترة الترشح أنا تكلمت عن تحديات مصر بمنتهى الشفافية والمصداقية لكم، والحقيقة أنا ما حاولتش أخبي حاجة، لكن في نفس الوقت قلت إن احنا قادرين معا إن احنا نتغلب على هذه التحديات. أنا بكرر الكلام ده كل مرة، ليه؟ ما فيش تحدي يقلقنا أبدا غير وحدة المصريين. أنا بكررها كتير لأنها مهمة جدا جدا جدا. طول ما المصريين دايما على قلب رجل واحد ما فيش مشكلة، هنقدر نتصدى لكل المشاكل ونحلها، والمسألة مسألة جهد ووقت وصبر.